السلام عليكم. اليوم نروح نشوف أين وصلت الأشغال تاع التهيئة والترميم والتجديد نتاع الوسط نتاع مدينة سكيكدا. إذن فيه يعني وتيرة جد محسوسة في أشغال تاع إذن الترميم والتجديد نتاع البنايات التاريخية لمدينة سكيكدا. إذن خليكم تابعوا هذا الفيديو ليعطينا فكرة عن نسبة الأشغال يعني بعد شهر من انطلاق هذه الأشغال. الأمور راهي في مرحلة الجدية، إن شاء الله يعني الأشغال هذه تندار بمقاييس علمية ومقاييس عالمية في ميدان الترميم والتجديد الحضاري اللي نصبوا إليه في كل المدن الجزائرية. ولهذا التجديد لازم يكون مستمر ومدائم للحفاظ على الموروث المعماري والحضاري للجزائر. نترككم تتابعون والسلام عليكم.